عن طريق يعني مجموعة ملاحظات حبذا، يعني لو كل طالب في بداية كل حلقة يكون يعني جهز يعني مسبقا كراسة أو دفتر لتدوين الملاحظات، كذلك الآلة الحاسبة. المادة تحتاج كما قلت يعني عديد من الملاحظات، يعني المادة يعني لا تعتقد أن راه الامتحان أو كان سواء الامتحان النهائي أو الامتحان الفترة، يعني نفس بطريقة المعلم، يعني أغلب الطلبة لديهم فكرة أن المادة تكون مطروحة بنفس أسلوب المعلم، بالعكس يعني الطالب لابد أن هو يعني يتواصل مع المعلمين، يشوف مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، يشوف كتب مساعدة، يشوف حلول إضافية حتى يعني يتمكن من فهم هذه المادة. أعزائي الطلبة كما نعلم يعني ندخل في المنهج، يعني بداية المنهج يعني يتكلم عن باب مهم جدا هو باب المفكوك، وأحب يعني أن أعرج على باب المفكوك. يعني كل طالب لابد أن يفهم هذا الباب فهما جيدا، أنك أنت تعرف المسألة هذه لو جاءت في الامتحان يعني شو بتكون يعني من أي قاعدة، القاعدة هذه مثلا كيف نتصرف معها، كيف مثلا نجاوب في المسألة بحيث أنني نصل للحل. أغلب الحلول اللي تكون مثلا حلول اختيارية في نهاية العام راهو اللي بيحط مثلا الشخص أو الأستاذ أو المعلم والموجه اللي بيحط للسؤال، عادة يكون يعني يعرف الطالب وين يمشي، يعني مثلا خديت الحل الخاطئ حتلقى حل، لو لقيت مشيت في الطريق الصحيح تلقى حل، لو لخبطت كذا ولا كذا حتلقى حل، فيعني ننتبه لهذا الموضوع. بداية ناخذ درسنا المفكوك، فما كما قلت يعني في البداية إن المفكوك هو صلب الرياضيات. إذا فهمت المفكوك يعني ستفهم الدرس الثاني المهم اللي هو الكسور، وإذا فهمت المفكوك يعني ستكون يعني عندك خبرة وعندك مثلا حسن التصرف وحسن يعني حل المسائل في الفترة الثالثة أو سنة ثالثة ثانوي. فبداية لو نجي ناخذ المفكوك، نقول بسم الله المفكوك، ماذا يقصد به المفكوك؟ أنك أنت تفكك المسألة، تفكك المسألة يعني تضعها يعني في أبسط الحلول. في قواعد في المفكوك من ناحية أن هي مثلا تحل المسألة به. كيف نعرف أن هذه القاعدة؟ كل قاعدة لها علامة، لها خاصية، لها يعني ميزة أنك أنت تعرف هذه القاعدة. فنبدو في أول القواعد، ناخده اللي هو اليوم قاعدة جنين التوزيع أو قانون إيش التوزيع، وين نسمي فيه شنو فك الأقواس. فك الأقواس، أنت عندك مسألة فيها قوس وتبي تحل القوس هذا أو تبي تفك هذا القوس، كيف تتصرف أنك أنت يعني تحل هذا تفك هذا القوس أو تحل هذه المسألة؟ نأخذ مثلا مجموعة من إيش الملاحظات، يا ريت كل طالب يدون هذه إيش هذه الملاحظات، لأن أغلب الملاحظات التي تدون على هذا اللوح على هذه الصبورة ليست موجودة في الكتاب المدرسي. فنجي نقول أول ملاحظة، إن راه لما نلقى في الرياضيات أي رقم مضروب في أي حرف طبيعي حيعطينا رقم وجواره شني حرف، كلام طيب. أي رقم بجواره حرف، العلاقة بيناتهم شو بتكون؟ العلاقة بيناتهم بتكون علاقة إيش؟ علاقة إيش؟ ضرب. تمام. كل الأرقام هل كانت أرقام موجبة ولا أرقام سالبة؟ إحنا نتعامل هنا في الأرقام إيش؟ الأرقام الموجبة. لو كانت سالبة حتتبع طريقة إيش؟ طريقة اللي هي ضرب الإشارة، قواعد ضرب الإشارة في الصف الثامن. فنجي هنا مثلا نقوله مثلا 5 ضارب سين، أنا باش نبي الناتج نحول إيش؟ نحول الإشارة، شو تولي؟ 5 سين، رقم حرف تولي 5 إيش؟ سين. وقيس على ذلك 3 في نون نفس الشيء، 3 إيش؟ 3 نون، وهكذا. يعني أغلب الطلبة اللي عانوا من صعوبة إخراج هذا الحل في الصورة الصحيحة، ونقول له راهي القاعدة أساسها شنو؟ إن أي رقم مضروب في حرف يعطينا رقم حرف، يعطينا رقم إيش حرف. أيضا الملاحظة الثانية نقدر نقول شنو هي رقم 2،
ان مثلا عندي حرف وضربت فيه حرف، حيعطينا شني؟ نفس الحرف حيعطينا حرف وفوق منه شني؟ حرف تربيع. حرف تربيع، كيف الكلام؟ نجي مثلا نقول مثلا صاد ضارب صاد، ها حرف ونضيف كلمة شني؟ نفس ايش؟ نفس الحرف، حتولي شني؟ حتولي صاد وفوق منها تربيع، يعني شو فوق منها؟ اللي هو رقم ايش؟ 2. صاد في صاد يعني تعطينا شني؟ صاد تربيع. باهي مثلا واحد يقول لي تمام، باهي مثلا لام في نون، لام في نون هني ما نعرفهاش، لام في نون شنية؟ فنقدر نحولها، شو نحط؟ حول إشارة الضرب فتولي إيش؟ لام، لام نون. وهنا تجر الإشارة أن الضرب والجمع خيرها عمليتان خيرهم تبادليتان، يعني فيها خاصية التبديل، فيها خاصية. مثلا نقول مثلا مثلا 5 ضارب 2 نفس هي 2 ضارب 5، لأن هذا الناتج هيساوي 10 وهذا الناتج هيساوي 10. طيب الجمع عملية تبديلية، كيف؟ نقول مثلا 5 زائد 2 نفس هي 2 زائد 5، 7 نفس تساوي 7، حل صحيح. لكن العكس الضرب اللي هو القسمة وعكس الجمع اللي هو طرح، ليست عملية أو ليست عمليتان خيرهم تبديليتان. تم هذا. إذن في فك التوزيع أو قانون التوزيع، فك الأقواس، قلنا الرقم في الحرف يعطي رقم حرف، حرف في حرف يعطي حرف تربيع. طيب واحد يسأل يقول ليش مركز أنت عليه الضرب؟ ليش أنت مركز إيش عليه ضرب؟ ونقول له لأن فك الأقواس، فك الأقواس هو في الحقيقة شنو؟ عملية إيش؟ ضرب. يعني لما نقول لك فك القوس يعني شنو؟ يعني فك القوس يعني أضرب، استخدم عملية الضرب. تمام؟ أيضا لما نقول لك مثلا، بعدين ناخذوها لقدام، لما نقول لك مثلا العامل المشترك الأعلى عين ميم ألف، هذوك شو بيكون؟ بيكون قسمة. فركز معايا. إذا هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية، مازال ما خشيناش في المسائل يا شباب. احنا ما نخشوش في المسائل إلا ما ناخذ شني؟ مجموعة ملاحظات تدونها في كراستك، تدونها في الدفتر نتاعك، بحيث أنك أنت بعد تجي تجاوب المسألة لو صعبت عليك المسألة أو ما عرفتش الفكرة، طول تلجأ إيش؟ لهذه الملاحظات، حتلقى فيها إن شاء الله إعانة كويسة. إذا رقم في الحرف، حرف في الحرف، تمام؟ أيضا عندي رقم 3 واللي بنركز عليها قاعدة إيش؟ ضرب وقسمة إيش؟ وقسمة إيش؟ الإشارة. تمام؟ وهذا مفروض تكون واخدة في الصف إيش؟ الثامن. نبسط الفكرة ونقول أن ضرب وقسمة الإشارة يعني نفس القاعدة اللي في الضرب نفسها تتبع في إيش؟ في القسمة. نفس الطريقة. لما يكون الإشارات، الإشارات مختلفة، هنا الناتج شو بيكون؟ الناتج الناتج شو بيكون لما يكون إشارات مختلفة؟ سالب. ولما بيكون الإشارات عندي متشابهة، الناتج شو بيكون؟ الناتج، الناتج بيكون شنو؟ ايش؟ موجب. كويس. نقصد بكلمة الإشارات مختلفة، يعني سواء كانت موجبة، يعني سواء كانت موجبة ولا كانت سالبة، كانت سالبة ولا كانت موجبة، الشرط أن يكون الإشارات مختلفات. الناتج نتاعها شو بيكون؟ بيكون سالب. طيب لو كانت الإشارات متشابهة، شو قصدي بها المتشابهة؟ بتكون يا إما
موجب موجب او سالب سالب. الناتج نتاعي شو بيكون؟ بيكون ايش؟ بيكون موجب، بيكون موجب. يعني لو نجو نقول هنا المختلفة شو معناها؟ موجب وسالب. متشابهة موجب وموجب او شنو هي؟ سالب وسالب. تمام؟ حتفيدك، حتفيدني في القاعدة دي في المفكوك، حتفيدك واجد في المفكوك، لأن شرط المفكوك أنك أنت تضرب ضرب شني العدد وضرب إيش؟ الإشارة. يعني ما تجيش تخدم تدير مثلا تضرب العدد وتسيب الإشارة. ناخذ مثال، ناخذ مثال نقوله مثلا سالب 3 في سالب 2 لام زايد 6 وقال لي جيب أوجد مفكوك أو أوجد حل المسألة أو أعطى لي فيه خيارات. إحنا دائما لما نلقى القوس في الرياضيات لابد إيش؟ قاعدة أو ملاحظة ثانية. ملاحظة قوس، لما تلقى قوس في الرياضيات شو بتدير له؟ نفك. باش نفكها؟ ضرب العدد و الإشارة. ها باختصار يعني لما نلقى مثلا في المسألة قاعدة زي دي فيها قوس، القوس هذا مطلوب مني إني نفكه، نفكه شو معناها؟ نضرب العدد والإشارة. خليك معايا، لما نلقى مفكوك يعني نلقى قوس، ها مسألة زي دي قوس، تمام، القوس هذا مطلوب مني إني نفكه، تمام، شو معنى نفكه؟ يعني نجيب الناتج امتعه. لما انت تبي تجيب الناتج بتاعها تاخذ شنو؟ تضرب العدد ايش والاشاره. هذه ايش؟ هذه خريطه مبسطه انك انت تجاوب بها ايش؟ تجاوب بها المساله، تجاوب بها ايش؟ المساله. تمام. إذن خدينا فاصل بسيط باش ناخذ ايش؟ ندون الملاحظات ايش اللي على السطر. فكيف ما قلنا هذه خريطة بسيطة انك انت تعرف تجاوب بها ايش؟ المسألة اللي هي الأقواس، لما تلقى قوس انك انت تفكه، تفكه بايش طريقة؟ تلقى قوس تفكه، تفكه مطلوب منك انك انت تضرب العدد ايش؟ تضرب العدد والإشارة، تضرب العدد ايش؟ والإشارة. هذه خريطة خيرها تفيدك في حل المسألة. يلا نجي نجاوب المثال نتاعي. تمام. واحد يسأل يقول مثلا باش نبدي، هل نبدي بضرب الإشارة أو ضرب العدد؟ نقول له ما فيش مشكلة، نبدي بالإشارات. يلا هنا عندي سالب، هتنضرب هنا، هتنضرب إيش؟ هنا. كويس. توزيع، يعني قاعدة التوزيع، يعني هنوزع الإشارة مخارج القوس الى الاشارات التي داخل ايش؟ القوس. ونجي نقول هذين الزوز شنو؟ سالب سالب، خيرهم مختلفات ولا متشابهات؟ لا متشابهات، سالب وسالب. الناتج شو بيطلع؟ موجب. كويس. نجي هنكتب موجب في البدايه؟ لا، الموجب خيره، الموجب ما ينكتبش في البدايه، لا يكتب الموجب في بدايه الرقم او في بدايه ايش؟ المساله. فنجي نقول نجي الثانيه، يلا نضرب 3 في 2، 3 في 2 شنو؟ باش 6 وتنزل اللام خيرها كيف ما هي. طيب بعدين نمشي للطريقة الثانية، سالب في موجب، هذا مختلفات، مختلفات شو بيطلع؟ الناتج سالب.
ها مختلفات، هذا سالب وهذا ايش؟ وهذا ايش؟ وهذا موجب. سالب في موجب شو بيطلع الحل؟ مختلفات سالب. 3 في 6 او 6 في 3 18 وتنزل ايش؟ النون وتمت المسألة. هكذا خيرها تمت المسألة. نضيف لك طريقة ثانية. إن المسألة هي فعلا هكذا أبسط صورة لها اللي هي 6 لام ناقص 18 نون، تقدر إنك أنت تاخذ عامل مشترك، مش حناخذون عامل مشترك لأن ما زال قاعدة العامل المشترك قاعدة قدام، لكن هنا نقدر نقول لك إن مرات في الامتحان هذا حلها، لكن لما نجي مثلا لما نجي نشوف السؤال وخاصة السؤال هذا لو جاء في صح وخطأ ما نلقاش شيء الحل هذا. شو يدير من خدعة أو فكرة؟ يبدل. كيف يبدل؟ أنت شو ترتيبك أنت يا 6 في رقم المسألة؟ ترتيبي الأول. وأنت يا سالب 18 ترتيب الثاني. به. نبدل، كيف نبدل؟ نقول الثاني هو نكتبه الأول والأول هو نكتبه الثاني. كيف؟ نجي لي سالب 18 نون نكتبها هي نفسها الأول فالحل يطلع. خلينا نكتب هنا الحل يساوي سالب 18 نون ايش؟ إشارة 6 زائد ايش؟ 6 لا. هكذا خير الحل ايش؟ هكذا الحل بيكون ايش؟ الحل بيكون صحيح. يعني انني لما بنجيب نبدل ترتيب الحل نكتب هذا رقم 1 انت ترتيبك الاول، انت رقم 2 ترتيبك الثاني. يا 2 تعال انت مكان الاول. واحد يقول لي لو درتها تمام، لو حولت السالب انا ودارك كيف؟ يعني كيف؟ يعني لو جيت انا هنا حولت السالب ودرت انا السالب حلك حيكون ايش؟ حيكون خطا. لانك انت لما جيت انت رتبت هنا خديت ال 18 حطيتها الاولى والسته هي اللي حطيتها الثانيه وما قربتش الاشارات وانا خطا. لما بتجيب ترتب الترتيب يكون مع ايش؟ الاشاره. الترتيب مع الاشاره. وندير عليها دائرة ونسجلها في الكراسة كملاحظة. يعني الترتيب هل يكون مع الإشارة؟ الترتيب مع الإشارة. فأنا شو بندير هنا؟ السالب هو الأول والستة ديما شنو؟ موجبة. واحد يقول لي والله عندي إشكالية في ترتيب أو عندي إشكالية في تحديد الإشارة. أيضا هذا صف الثامن، نقول له شنو؟ دائما عفوا دائما العدد يسبق إيش؟ يسبق الإشارة. توا الستة طبيعي اشارتها شو بتكون؟ موجبة. وال 18 هي بتكون يعني الاشارة قبل ايش؟ قبل العدد، الاشارة قبل العدد. نعم. ناخذ مجموعة من الأمثلة، نفتح الكتاب المدرسي. نفتح الكتاب المدرسي على صفحة 11، صفحة 11 في الكتاب ايش؟ المدرسي، صفحة 11 في الكتاب المدرسي. طيب نجي مثلا ناخذ الكتاب صفحة 11 ونشوف شنو معظم الأفكار اللي حتجيني أو معظم الأفكار اللي نقدر نوجهها في الامتحان. تمام؟ نجيبوا الفكرة أو نكتبوا القانون نعطوا عليها شرح بسيط وناخذوا ايش؟ مسألة من الكتاب، ناخذوا مسألة ايش؟ من الكتاب. خليك معايا في السؤال الأول، السؤال الأول، يعني كل واحد صفحة 11 في الكتاب المدرسي تمرين 1 ألف، السؤال الأول تاخذ منه اللي هو قولوا متى هنا تاخذ واو. السؤال الأول فقرة واو. تمام. هل كل التمارين في الكتاب مهمة؟ ليست كلها مهمة، لكن الرياضيات لا يعتمد على النصوص أو لا يعتمد على النص الرياضي، لكن بقدر ما يعتمد إيش؟ بقدر ما يعتمد إيش؟ يعتمد على الفكرة. يعني مش شرط إني مثلا نجيب لك مثلا المسألة منسوخة نفسها، لكن نقدر إني نعدل فيها من ناحية إيش؟ من ناحية صيغة السؤال. تمام. لو قلنا السؤال تمرين تمام، ناخذ اللي هو عندي القلم، ناخذ اللي هو تمرين 1 كويس صفحة 11، تمرين 1 ألف صفحة 11 وقلنا ناخذ الفقرة ايش؟ الفقرة ايش؟ الفقرة واو. الفقرة
صيغة السؤال شو تقول في فقرة واو؟ تقول سالب، طيب سالب 4 في كاف زائد 4. مسألة بسيطة تمام. هنا حنفك الأقواس، وعادة السؤال يقول لك أوجد مفكوك. طيب لما تلقى قوس معناه في الرياضيات شو معناه؟ معناه بنفكه. باه كيف بنفكه؟ معناه راني بنضرب العدد وبنضرب ايش؟ الإشارة. بنضرب العدد وبنضرب الإشارة. فنجي انقل نبدأ بالإشارات. شو إشارة الأربعة؟ الإشارة الأربعة واضحة أن هي شنو؟ سالبة. كويس، ندير عليها دائرة. نسل أيضا شو إشارة الكاف؟ واحد يقول لي ما عندهاش إشارة، أو واحد يقول لي هذه كاف هذه إشارتها شنو؟ موجبة. نقول له لا، نقول له راهي إشارة العدد أو الحرف تكون شنو؟ قبل العدد إيش؟ أو الحرف، يعني الإشارة قبل الرقم أو الحرف. يعني هنا ما عندهاش إشارة فندير له شنو؟ إشارة زائد. فنجي نقول شنو؟ نقول تحت منها نقول أي حرف أو رقم ليس له إشارة فإن إشارته إيش؟ إشارته يا شباب إشارته شو بتكون؟ موجب. وهذا اللي صار مع إيش؟ هذا اللي صار إيش؟ مع الكاف. ليش؟ لأن الكاف ما عندهاش إشارة. فلو كان عندك أي رقم أو أي حرف ما يهمش الرياضيات، لكن خير الشرط بتاعه ليس له شني؟ ها؟ ليس له إيش؟ إشارة، فإن إشارته شو بتكون؟ إجباري، بتكون إيش؟ موجبة. تمام. ونجي شني؟ نوزع عادي، نقوله هذا السالب فبينضرب هنا في الموجب وفي الموجب اللي للأربعة. لاحظ هنا واحد ما يقولش لا والله يعني بالسالب بنضربه في الكاف وبس، لا، ينضرب القوس خيرة، تفك القوس خيرة كاملا. قديش في مقدار، في اثنين، في ثلاثة، في أربع مقادير، تفك إيش كامل. يعني مش شرط أنه في قاعدة التوزيع نضرب اللي برا القوس في أول مقدار ونسيب الباقي، لا، هنا بيكون فيها شني المسألة، بيكون فيها خلل أو بيكون فيها شني خطر رياضي. فنجي هنا الإشارات مختلفات، شو بيطلع؟ سالب. شو بيطلع الحل؟ سالب. رقم في الحرف دونناها بدري في بداية الحلقة، أربعة في الكاف، أربعة إيش؟ كاف. تمام. بعدين السالب هذا ينضرب إيش؟ في الموجب. سالب في الموجب خديناها في قاعدة ها ضرب وقسمة الإشارات أو الإشارة. لما يكون الإشارة يا شباب مختلفة، شو معنى مختلفة؟ موجب أو سالب، أو سالب إيش؟ وموجب. الناتج بتاعي بيطلع، بيطلع سالب. فأنا شو عندي هنا مختلفة؟ سالب في الموجب. شو بيطلع الحل؟ سالب. إشارات مختلفة يطلع الناتج بتاعك سالب، إشاراتك موجبة يطلع الحل بتاعك إيش؟ موجب. إذا هذه شنو؟ قاعدة الإشارة، تركز عليها، هذه قاعدة خيرها مهمة. وأغلب الطلبة سواء كانوا في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية دائما عند الطالب شنو؟ حتى في اللي هو السنة الثالثة الثانوي العلمي دائما عنده صعوبة في قاعدة إيش؟ الإشارات. هذه تبسيط للقاعدة، حاول أنك تدونها في كراسة الملاحظات، مش تستعين بها في حل المسائل. فنجي نقول هنا نرجع للمسألة، فنقوله أن راهي موجب أو سالب في الموجب، شو بيعطينا إيش؟ سالب. ونضرب بعدين شني؟ 4 في 4 إيش؟ ب 16. والله بالطلبة عندهم إشكالية أيضا في حفظ أو إزادة الناتج الضرب، فلا بأس عندك الآلة الحاسبة، عندك أيضا الآلة الحاسبة تقدر أنك أنت تستعين بها إيش في إيجاد الحل الصحيح. أكثر أغلب الطلبة عندهم الآلة الحاسبة لكن يفتقر إيش؟ يفتقر لإيجاد الحل إيش الصحيح منها. تمام، هذا تمت المسألة. للحق بنا مؤخرا نقدر نستعين بشني؟ طريقة الترتيب. كيف طريقة الترتيب؟ خليك معايا في الملاحظة هذه. هو الحل متاعك قديش؟ سالب 4 كاف ناقص 16. تقول لي هل هو ابسط صوره؟ نقول لك لا، مازال فيها شني؟ عامل مشترك. عامل مشترك، لاحظ ان شني كثرت من كلمه عامل مشترك لان شني مهم جدا في الرياضيات. لكن لاحظ هنا
أنا نبي نستخدم القاعدة دي. اللي التحق بنا مؤخرا الترتيب مع الإشارة، الترتيب مع الإشارة كيف نتعامل معها؟ نشوف هنا الأربعة كاف بإشارتها هذه ترتيبها الأولى، هي ذكرت الأول. باهي سالب 16 ذكرت هي الثانية. كويس. نقدر نغير من أماكنهم، نقدر نغير كيف؟ نقولوا يساوي. الثاني هو يجي شني الأول، والأول يجي شني الثاني. هيك قصدي بها الترتيب، رتب المسألة من جديد. رتب شني؟ الترتيب مع إيش؟ مع إيش؟ الإشارة. كيف ترتيب مع الإشارة؟ ال 16 دي جت ترتيبها 2 في الحل، نحطها هي الأولى، نحط أوكي سالب 16. ركز معايا، الترتيب مع الإشارة هذا قصدي بها. ربما تقراها أو تشوفها أول مرة تقول شو قصد بها أستاذ أنه الترتيب مع الإشارة ما خديناهاش أو ما فهمناش. لا، هدينا ملاحظات ليست موجودة في الكتاب المدرسي، هدينا ملاحظات يعيننا كيف أنك أنت توصل للحل. سالب 16 والأربعة هي ترتيبها الأول، نجيبها إيش؟ الثانية. باش نجيبها نقول لها كاملة هكذا، كاملة نحطها وين؟ نجيبها هنا فنقوله سالب 4 إيش كاف. يعني تخيل أني جبت لك سؤال في الامتحان قلت لك راهو حل هذا المفكوك هذا هو الناتج هذا. أنت كانك ما تعرفش القاعدة هذه، الترتيب مع الإشارة شو بتدير؟ بتجاوب المسألة كيف ما جاوبناها في الفقرة الأولى، وتقول لا والله الحل هذا مش نفسه الحل هذا، الإجابة خطأ. بينما هي في الصواب خيرة، الحل شو بيكون؟ الحل بيكون إيش؟ هذا الحل إيش؟ هذا الحل إيش؟ بيكون حل صحيح. ليش حل صحيح؟ لأن نستخدم في الرياضيات حاجة اسمها قاعدة الترتيب مع الإشارة. فدائما حاول أنك أنت تطبق هذه القاعدة في أغلب المسائل حتى تطلع شني؟ تطلع بالحل الصحيح. فهذا هو التمرين الأول في السؤال الأول، فقرة إيش؟ فقرة واو. تمام. لو نجي مثلا السؤال الثاني فقرة حاء. السؤال الثاني فقرة إيش؟ فقرة حاء. السؤال الثاني فقرة إيش؟ فقرة إيش؟ فقرة حاء. كويس. نخلي ترتيب مع الإشارة. نجي للسؤال الثاني فقرة حاء. نجي للسؤال الثاني نكتب هكذا في الكراسة أو في الدفتر، نقوله إن نحول رقم 2، وحبذا حتى في كراستك أو في دفتر ملاحظاتك تكتب جيم بهذه الطريقة يا شباب، نقوله جيم 2 صفحة اللي هي 11، ونكتب إحداها التمرين اللي هو رقم إيش؟ حاء. هكذا، لأن في المسائل لو ما تكتبش بهذه الصيغة تكتب رقم السؤال ورقم الصفحة والفقرة اللي جت منها إيش؟ السؤال. يعني لو ما تكتبش بالطريقة هذه تجاوب طول المسألة حيتخلط عليك أو تتراكم عليك المسائل، فتجي وين المسألة دي صيغة السؤال متاعها. لأن أغلب الطلبة يعني لا يكتب شني السؤال بالطول خيره يكتب الإجابة. فنجي نقول مثلا السؤال يقول 4 نون زائد 3 أو مضروبة في القوس كامل إيش؟ نون. طيب نعم، واحد يقول لي احنا كنا متعودين ان الرقم ولا الحرف هو اللي يكون شنو في بدايه القوس. لا، هنا تختلف الامور. شو دار؟ هذه النون جابها ايش؟ جابها بعد القوس، جابها بعد القوس، وهذه يعني ما فيهاش اشكاليه ان شاء الله. ناخذ قلم الرصاص ونجي نفك ايش؟ الاقوس، نجي نفك ايش؟ الاقوس. نجي لما نجي نفك الاقوس، هل النون هذه مثلا هكذا ونفسه هو شني هكذا؟ واحد يسأل يقول باهي هل نكتب هذا الأول ولا نكتب هذا الثاني؟ ما يهمش ما يهمش. تمام، يلا انجي ثلاثة أو عفوا نون في 4 نون. ها نون جي هنا، نون في 4 نون. شو معامل النون؟ معامل النون واحد. نهاية الحل نكتب القاعدة. شو القاعدة؟ شو تقول؟ أي حرف أي رقم
ليس له شو نكتبه هنا معامل، فإن معامله شو يساوي؟ واحد. أي رقم أي حرف ليس له معامل فإن معامله واحد. يسأل سأل شنو هو المعامل؟ أول مرة نسمع بكلمة معامل، نقول له المعامل هو شنو؟ هو الرقم اللي قدام الحرف، هو الرقم اللي قدام الحرف. كويس. الحرف هنا نون، قدامه رقم؟ لا، ما قدامش رقم. شو ندير هنا؟ نديره ايش؟ واحد. طيب. واحد في واحد في الأربعة، أربعة. نون في النون، حرف في الحرف، حرف تربيع. فتولي أربعة نون تربيع. طيب، نكتبه هنا أربعة نون تربيع. تمام. هل الإشارة تكتب في بداية الرقم؟ دوينا عليها قلنا لا، ما نكتبوش الإشارة، لأننا في الأساس أن إشارة النون ليس لها إشارة. أي رقم أي حرف ليس له إشارة، فإن إشارة شنو؟ إشارة موجب. فهنا لما عندهاش إشارة هو، فبتكون إشارة إيش؟ موجب. فهذا بتكون في الأساس، وهذا شنو إشارته؟ موجب. طيب، هل تكتب إشارة الموجب؟ لا، ما تكتبش، تمشي بداية المسألة. لما نبي نوزع توا النون الموجب، حيمشي مع الموجب هذا. توا هنا عندك موجب متاع النون، وعندك الموجب متاع الثلاثة. متشابهات ولا مش متشابهات؟ موجب وموجب، الحل شو بيعطيك؟ موجب. يعني هنا شو بتطلع لنا المسألة؟ زايد ايش؟ حرف. رقم ايش؟ حرف. وتقدر تطبق اي ولو نكتبوه الثاني نقولوا يساوي. ثلاثة نون شو شارتها؟ موجب، ما تنكتبش. ثلاثة نون. الأربعة شو شارتها؟ الأربعة تربيع. الحل هذا صحيح والحل هذا خيره صحيح. يعني لو جاء سؤال بنفس الطريقه هذه او بالصيغه هذه، فهذه الصيغه تعتبر خيرها صيغه صحيحه، تعتبر صيغه صحيحه. أو كراسة الملاحظات، خلي كراسة واحدة للملاحظات تكون مرتبة، تكون فيها شني كل قاعدة تكتب عنوان القاعدة وتكتب ما استفدت في هذه الحلقة. نعم. نجي مثلا في الصفحة 12، في أيضا فكرة في المثال الثالث، السؤال الثالث. يلا نفتح كتابي صفحة 12 على السؤال إيش؟ الثالث. السؤال الثالث. قناة التناصح الفضائية. متابعينا الكرام، يسرنا أن نعلمكم بانطلاق الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء الليبية بحلته الجديدة
حيث يمكنكم من خلاله متابعة أنشطة الدار كافة من فتاوى وبيانات وأبحاث ومؤلفات وغيرها من الأنشطة على العنوان التالي افتاء.ly. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. أحاديث نبوية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أبو داود. أحاديث نبوية. تمام، فكيف ما قلنا في صفحة اللي هي 12 اللي هي التمرين، تمرين مثلا ناخذ اللي هو التمرين 3 جيم 3 جيم 3 مثلا، تاخذ مثلا فقرة جيم 3 جيم جيم 3 جيم 3 او السؤال الثالث فقرة ايش؟ فقرة جيم فقرة ايش؟ إشكالية في الخطوات القضية. جيم 3 جيم صفحة ايش؟ صفحة 12. تم السؤال 3 فقرة جيم، يقول المسألة او اوجد المفكوك ثم اختصر 4 في راء زائد 4 5 في 2 راء زائد 3. طيب المسألة هذه عكس المسائل الأخرى بحكم أن المسألة دي فيها شو بيكون؟ فيها فكرة. طيب فكرتي في المسألة هذه، فكرتي في المسألة هذه أني أنا هندير شني؟ هندير خطوات. اكتب لنا مثلا في راس. أول حاجة هنفك ايش؟ خلينا نكتب هنا بوضوح رقم 1 فك ايش؟ فك ايش؟ فك الأقواس. تمام، هنفك الأقواس. تمام، بعد فكيت الأقواس القاعدة هذه أو الفكرة هذه اللي هي في السؤال، نجمع أو نطرح الحدود قناة التناصح الفضائية. إن سرور النفس بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا هي الشماتة المنهي عنها، وهي خلق ذميم يدل على خلو القلب من المودة والعطف وامتلائه بالكراهية والحقد. والأصل أن المسلم يتألم لألم إخوانه
ويحزن لحزنهم، فلا تكون الشماتة بالمسلم إلا عن عداوة وحسد ولؤم، وكلها أخلاق مذمومة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من الشماتة، فقال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال الشوكاني: استعاذ صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، وأمر بالاستعاذة منها لعظم موقعها وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية ونفور طباع العباد عنها. وقد يتسبب عن ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم اجتناب كل سبب يؤدي إلى الوقوع في الشماتة، ومن هذه الأسباب التعلق الزائد بالمصالح الدنيوية وإيثارها على ما تستلزمه حقوق الأخوة، حب الذات والأنانية، وبخس حقوق الآخرين، الحقد والحسد والكراهية. فكيف ما قلنا نفك كل واحد الفضائية. من أحبه الله ابتلاه كما سيأتي في بعض الأحاديث في هذا الفصل. والصبر على البلاء النازل من عند الله سبحانه وتعالى لامتحان نبيه أو أحد من خلقه يكون سببا في رفع درجته عند الله، لأن في ذلك إيمانا خالصا بالله جل وعلا وقدرته والرضا الكامل بما كتبه الله سبحانه وتعالى على عبده. أيضا من حكم الابتلاء وما يصيب الله به أنبياء ورسله استخراج حالات الصبر. ففي الصبر على البلاء رضا بما قدره الله سبحانه وتعالى وشكر له، لأنه لا يحمد على مكروه سواه، وتسليم له بما أبرم وقضى وقدر، وتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وفي ذلك الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. فالابتلاء عامل مهم من عوامل اللجوء والركون إلى الله سبحانه وتعالى. أحاديث نبوية عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. أحاديث نبوية. مع المغردين. كما سوف تسأل عن أعمالك الشخصية وتحاسب عليها أخرويا، فكذلك سوف تسأل عما وقع في مجتمعك وأمتك.
تمام. فقلنا مسألة تتكون من أكثر من قوس لباس بها، نعاود المسألة من بدايتها، التحق بنا مؤخرا يشوف الحل كيف جاء. فقلنا الحل هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن فك القوس الأول وفك القوس الثاني، فك الأقواس. بعدين الخطوة الثانية في الحل أنني نجمع أو نطرح الحدود المتشابهة، نجمع ونطرح الحدود المتشابهة. طيب، فكيف ما قلنا أن الأربعة ليست لها إشارة، إشارتها موجبة، إشارتها موجبة، لأن في أصل السؤال ما كانتش هنا فيه إيش، ما كانش هنا فيه لا يوجد إشارة إيش موجبة. نحول الإشارة هذه، طيب، ونحول الإشارة هذه، هكذا السؤال. فالأربعة أي رقم أو حرف ليس له إشارة، إشارته موجب، وهذا إشارته موجب، ديرها بقلم الرصاص ونجي نقول موجب موجب متشابهات يطلع حل إيش موجب. وقلنا إحنا في نفس الدرس أن الإشارة الموجب لا تكتب في بداية إيش، ما نجيش نقول موجب أربعة راء، هذا إيش، هذا لا يصح. فنحاول الإشارة الموجب في البداية ونجي نقول أربعة في الراء أربعة راء، أربعة في الراء أربعة راء. كيف جد قاعدة كتبناها أن أي رقم في الحرف يعطي رقم إيش حرف، تمام. موجب في الموجب موجب متشابهة تطلع موجب، ضرب الإشارات، قاعدة ضرب الإشارات. أربعة في الأربعة 16، طيب أيضا نجي خمسة، هذه موجب، موجب في الموجب ينكتب الموجب، خمسة في اثنين 10 راء. طيب خمسة في ثلاثة 15، تمام. شوف معايا القاعدة دي، نجمع أو نطرح، شو معنى نجمع أو نطرح؟ على حسب الإشارة. لو نجي أنا مثلا الحدود المتشابهة كل رقم معاه راء حيمشي مع الرقم إيش معاه راء، يا إما جمع يا إما إيش يا إما طرح. دائما المسائل اللي تبدأ زي هدينا أول خطوة بتكون ضرب. لما نقول لك فك الأقواس شو معناها هنا في الحقيقة؟ راهي دي ضرب، ضرب عدد وإشارة. بعد الخطوة الثانية مستحيل تجي ضرب، شو تجي؟ تجي جمع وإلا إيش؟ وإلا طرح. الحدود المتشابهة نقدر المسألة نزيد نرتبها، نستخدم طريقة الترتيب الأربعة راء، نجيب معاه منه العشرة، إشارتها العشرة موجبة تولي زايد عشرة راء، نجيب بعدين زايد 15 تعالي يا 16 ونجي زايد 16. طيب أربعة وعشرة 14 راء، 15 و16 تمام. طيب واحد إيش؟ واحد إيش؟ واحد والتتيب. واحد يجي يقول لي لا ما زالت تنحل المسألة، كيف تنحل المسألة؟ يقول لي نجمع ال 14 مع ال 31 ويطلع الحل. لا خطأ. ليش؟ لأن هنا في جمع الحدود إيش؟ لاحظ تجمع وتطرح الحدود إيش؟ المتشابهة. وركز على كلمة متشابهة. ليش؟ لأن مش القضية أنك أنت تجمع وتطرح وخلاص، لا تقدر تجمع وتطرح، نجمع هذا وخلاص، لا، شرط أن الحدود المتشابهة اللي معها راء تنجمع ولا تنطرح مع راء، واللي ما عندها شني يعني ثابت زي هذا رقم فقط تجمع وتطرحها مع الرقم إيش؟ الرقم فقط. تمام. خلي عندك المثال هذا، حاولك انت تجاوبه بروحك في البيت. تمام. اخذ مثلا مثال في سنه من السنوات، نقوله مثلا مثال منزلي، حاول تحلها ايش، جاوبه بروحك. طيب سالب سين قوس ثلاثة نون ناقص زايد خمسة عفوا زايد، خلينا نديرو، طيب خليها تمام، خمسة في اثنين نون
سالب سين في قوس ثلاثة نون ناقص ثلاثة قوس زايد قوس خمسة في ناقص اثنين نون سين. اثنين نون سين ما ناقش الكتاب، ما ناقش المسألة دي في الكتاب، لكن أنت شو بتدير؟ استعين بما فهمت في هذه الحلقة. حاول أنك أنت تراجع الحلقة سواء كانت على مواقع التواصل الاجتماعي وتدون شنو الملاحظات، يعني كيف ما قلنا في بداية الحلقة خلي عندك مذكرة أو كراسة خاصة بالرياضيات خاصة بالملاحظات، حاول أنك أنت تلملم الملاحظات هذينا، تحاول أنك أنت تفهم اللي كتبناه، حاول أنك أنت تطبق تشوف الحل، تطبق الحل وتبتعد عن النظر في خلف الكتاب، لأن بعض المسائل يوجد بها أخطاء رياضية في الحل، فحاول أنك أنت توصل لحل معين. ما وصلتش لحل معين واجهتك إشكالية تقدر تتواصل معنا إن شاء الله ونعطوك الطريقة السهلة في الحل. هذا ما كان معنا في حلقة اليوم أو درس اليوم من قاعدة المفكوك. خصينا في هذه الحلقة قاعدة التوزيع فقط، الباب الأول يعني مليء بالقواعد، فما حبيتش أنني نجري في القواعد اليوم. ليفهم القاعدة التوزيع يعني فهم جزء كبير من المسألة. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن انصاتكم وحسن تدوينكم للملاحظات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني في خدمتكم دائما أينما كنتم. دمتم في حفظ الله إلى حين نلتقي بكم مرة أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.